إيجابية واحتضان مشايخ القبائل الليبية وتأييدهم لجهود الرئيس السيسي تجاه تحسين الأوضاع في ليبيا، تجاه تطور الأمور في ليبيا، تجاه استقرار ليبيا وحقوق الشعب الليبي في تحقيق حياة مستقرة وحياة كريمة. مشايخ القبائل ومجلس مشايخ طرهونة أعلن أنه هذا التدخل هو تدخلا مشروعا، تدخلا مطلوبا في الفترة الحالية، لأنه بيأتي وفق معاهدة الدفاع العربية المشتركة، وبالتالي هو تدخل محمود وتدخل أيضا بيباركه مشايخ هذه القبائل الليبية. ويعني التاريخ الليبي المصري في الحقيقة شهد الكثير من المحطات التاريخية الهامة اللي كان فيها هذا التضامن ما بين الشعب المصري وما بين الشعب الليبي، ما بين مصر وليبيا، وبالتالي يعني الوقوف ضد العدو يدا بيد متضافرين لتحقيق في النهاية هدف واحد، هو السلام والاستقرار والأمن تجاه من يريد أن يعبث في أمن ليبيا. مشايخ طرهونة كمان وضحوا أن ليبيا بتشهد زي ما وصف من الأول الحقيقة الغزو التركي أو الاستعمار التركي. ما يحدث من تحركات تركية في الأراضي الليبية المشايخ رافضينه، وفي نفس الوقت شايفين أنه سعي للسيطرة على مقدرات ليبيا بالكامل. معانا للمزيد من المتابعة الأستاذ عبد الباسط بن هامل الكاتب الصحفي الليبي عبر الاتصال الهاتفي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا أستاذ عبد الباسط. أنا يعني هتكلم مع حضرتك على الوضع الحالي للموقف في ليبيا من قبل القبائل الليبية، من قبل الشعب الليبي. إزاي حضرتك بتقرأ الموقف الخاص بهم تجاه هذه التحركات للتأكيد على الوقوف بجانب ليبيا في هذه الفترة الدقيقة اللي ليبيا بتمر بها؟ يعني احنا دائما مصر تقف مع الشعب الليبي، والليبيين ايضا يقفون مع مصر. الموقف ليس بجديد على القياده المصريه تاريخيا او حاليا. المسارين هو مسار سياسي ومسار عسكري، مسار حاسم وحازم ايضا من قبل الرئيس بكلمته يوم امس كانت فاصله في العمليه الداعمه لمشروعيه الشعب الليبي المتمثله في النواب والشعب صاحب السلطات التي يستمدها دائما ويعطيها للقوى الحقيقيه الموجوده على الارض، وايضا ضد التدخلات الخارجيه الخطيره جدا التي تهدد امن واستقرار المنطقه. هذا الاعتداء كما ذكرتم هو يهدد الامن القومي العربي، وبالتالي الدفاع اتفاقيه الدفاع العربي المشترك الان هي التي تستوجب تفعيلها، وتفعيلها جاء حقيقه من الزخم العربي المساند فور انتهاء كلمه الرئيس السيسي. كانت السعوديه والامارات والبحرين والاردن وحتى دول المنطقه كلها تؤكد على مشروعيه الحقيقه المبادره التي قدمتها، وأنها الطريق الحل. أولا إعلان القاهرة هو المسار السياسي الوحيد الآن الذي أصبح يلوح في الأفق كورقة إنقاذ للشعب الليبي. أيضا المسار العسكري الحاسم ضد الميليشيات الخارجة عن القانون، وكذلك المرتزقة والإرهابيين. هناك مجموعات إرهابية خطيرة تشكل خطر، وبالتالي الكل يتشارك في المجتمع الدولي كشرعية الدخول لضرب الجماعات الإرهابية. أعتقد أن الكل يتشارك. الليبيين كقوة كبيرة موجودة تمثلها الشيوخ وأعيان القبائل بكل مسمياتها ومكوناتها، سواء كان المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، مجلس أعيان ليبيا، مجلس شيوخ ليبيا، كل هذه المكونات الحقيقية اللي تستمدها مشروعيتها بزخم الشارع الليبي، سواء كان في غربه في مدينة طرهونة التي تعرضت لانتهاكات خطيرة، كلها تؤكد على أن المصريين هم شركاء لنا في 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 في, في ليبيا كإخوة لردع العدوان، لردع العدوان الحقيقه الخطير جدا، التغول التركي الذي يساهم الحقيقه في تمزيقنا وتدميرنا وسرقه مقدراتنا. اليوم ما يقوم باردوغان هو ما يقوم به ليس كرئيس وانما كزعيم لمافيا، مجموعه من اللصوص اتوا لسرقه ارزاق الليبيين وتحويلها ونقلها لمصادر تمويل للجماعات الارهابيه. التهديد وتحويل منطقه حوض المتوسط الى منطقه مشتعله عندما يمس مع طرف غير شرعي باتفاقية شرق المتوسط التي تعتمد في اتفاقية غاز، خطير جدا المساس بها. كل هذه الانتهاكات التي أكد عليها الرئيس السيسي بالأمس أكد أنه يجب أن تتوقف، ويجب أن يكون نحن صبرنا ربما ينفذ. هكذا كان الرئيس يتحدث بواقعية. مجلس النواب أكد على
متانة العلاقة مع الجانب المصري، وأكد على أن ما قاله الرئيس هو يصب في مصلحة الشعب الليبي، ويؤكد على ما طلبه السيد عقيلة صالح في لقاءاته ولقائه مع مجلس النواب المصري الذي أكد عليه وطلب فيه دعم الجيش المصري، وأنه ليس تدخل بقدر ما هو مساندة ودعم للشعب الليبي. شكرا جزيلا لك على التوضيح أستاذ عبد الباسط بن هامل الكاتب الصحفي الليبي، شكرا جزيلا. معنا دلوقتي رئيس ديوان المجلس الأعلى للقبائل الليبية، برحب بحضرتك أستاذ محمد مصباح، أهلا بيك معنا وإحنا بنقرأ الأحداث الآن والبيانات أيضا التي صدرت. كان في بيان من القبائل الليبية، كان في تأييد من القبائل الليبية ومشايخ هذه القبائل، أخذ فكرة من حضرتك على هذه البيانات وكواليسها. مساء الخير استاذ ريهام عليك وعلى مشاهدين قناه تي في سي. اهلا بك. اولا الاسم محمد المصباحي، رئيس ديوان المجلس الاعلى لمشايخ واعيان. تمام يا استاذ محمد، تمام تفضل. تمام. على اي حال احنا اليوم كما تفضل قبل الاستاذ عبد الباسط، نحن اليوم نشهد نشهد مرحله احتلال للأرض من المستعمر التركي الذي جاء ليحل مشاكل الاقتصادية على حساب الشعب الليبي وعلى حساب خلق بؤر توتر في المنطقة. هذه البؤر التي أراد أن يخرب بها الحرث والنسل في ليبيا لكي تصبح بؤرة إرهاب على المنطقة بالكامل. وما تفضل به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس إلا استجابة لمطالب الشعب الليبي الذي يقدم كل يوم في جحافل في الشهداء من اجل تحرير الارض من المستعمر التركي ومن التغول الاخوان المسلمين وتنظيم الحمدين الذي يبحث على موطأ قدم في هذه المنطقه من الجبهه الغربيه لمصر وللحدود الليبيه التي الان استباحت ثرواتها وارزاقها للباحث على العوده الى السلطان العثماني. والان بعدما سيد الرئيس امس وبالعودة إلى ما تفضلت فيه ليبيا بتاريخها وبجهادها في الأمة العربية، فهي من حقها على أهلها وأخوتها وخاصة في مصر أن تقدم معها للدفاع عنها، وهذا ما تفضل به السيد الرئيس أمس. فشتان ما بين من يقول نحن أتينا لنجد أهلنا وبين من يقول لقد أتينا لتوزيع النفط والغاز والبترول الذي وهو المقصد الأردوغاني. نحن اليوم الفرق هذا الذي نشهده اليوم هو أننا محتاجين إلى دعم أهلنا في مصر لدعم القوات المسلحة العربية الليبية التي تخوض حربها ضد هذا التغول وضد العصابات التي تحوط في الأرض فسادا. ونحن في المجلس الأعلى لمشايخ وعي ليبيا الذي يمثل كل القبائل الليبية في ليبيا عقد اليوم المجلس اجتماعا وأقر الترحيب بكلمة السيد الرئيس وشكره على استجابته لدعوات الليبيين الذين يطالبون بتنفيذ معاهدات الدفاع العربية المشتركة وخاصة الدفاع المشترك ما بين ليبيا ومصر. ونحن أهل وجيران وإخوة، ونحن فقط ندعو إلى دعم القوات المسلحة العربية الليبية لتستكمل تحرير بلادها، وهذا ما قررت القبائل الليبية عندما اجتمع 7000 شيخ في ترهونة من أجل دعم القوات المسلحة العربية الليبية، وأعلنوا فيها الجهاد على المستعمر التركي الذي أراد أن يحتل بلادنا في هذا المكان. المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية أقر في مدة ماضية اعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا يمكن الجلوس معها ولا يمكن التفاوض معها. وهذا التنظيم الذي لا يأتي بالمرتزقة من كل مكان لتدمير ليبيا ولفتح جبهات على الدول العربية من أماكن أخرى، هذا لن يرضوا به الليبيين، والليبيين يجب ان ينعموا بخيراتهم وبارزاقهم، ويجب ان يعودوا الى 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 بيوتهم، والا هذا ما حصل من الاستعمار التركي فعلا يحتاج الى تدخل اهلنا العرب لدعم قواتنا المسلحه العربيه الليبيه والقوات المسانده لها من الشباب القبائل الليبيه الذين يضحون من اجل استرجاع ارضهم من المستعمر الذي اتى بالطائرات المسير وبالبوارج وبالاساطيل، والان يجوع في 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 في, في في مدننا من اجل هذا اليوم. حضرتك قريت ازاي البيانات الداعمه ايضا للموقف المصري
واللي حضراتكم بتأيدوه، بيان مجلس النواب الليبي. واستكمل بقى معاك الاجابه ايضا يا ريت بقراءتكم كمان لردود نعم. الافعال اللي كانت واسعه على المستوى العربي والدولي. نعم، اولا موضوع احنا رجعنا الى ما جلسه مجلس النواب المصري الذي نحيي فيه هذا اليوم، مجلس النواب المصري الذي وقف وايد باجماع المبادره المصريه، وفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي بتصرف في كل شيء من اجل انقاذ ليبيا من هذا المنزلق التي وقعت فيه، وهو منزلق الاحتلال التركي الباغي. القراءات التي وجدت الان كل الشارع الليبي يرحب بتدخل مصر لدعم القوات المسلحه في ليبيا، وهذا يعبر على كل الليبيين الذين لم يقعوا في اطار اي اودلجه او بقايا الانتشاريين الذين يرفضون العوده الى 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 دوله مستقرة آمنة تفيد مع جيرانها وتستفيد معهم. وهذه ليبيا بخيراتها وبثرواتها هي تستفيد منها الشركات ويستفيد منها العالم كله، ولكنه ليس بما يمس السيادة الليبية التي يجب أن تبقى مستقلة ويجب أن تبقى مصانة لحق الليبيين فيها. وهذه القراءات التي وقعت الآن، لأن الشعب الليبي والشعب المصري عمره ما كان شعبين، هو شعب واحد. وما ما ما كلمة السيد الرئيس أمس إلا هي كلمة واضحة تعبر عن موقف الأخ مع أخيه، وهذا الشعور الذي نحتاجه من 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 الشقيق الأكبر مصر للأمة العربية أجمع، ما بالك ليبيا التي تضربها العلاقات الاجتماعية في أواصر التاريخ الممتد. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ محمد على هذه القراءة، شكرا كمان على توضيح موقف القبائل الليبية والبيان اللي صدر منها الداعم للموقف المصري، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.